فنان خليجي رسم لنفسه خط خاص في الفن. أنا لما قريت سيرته وفي فترة بسيطة جعل بالي لقب أسميه أبو المهرجانات، لأنه شارك في عديد من المهرجانات. معنا الفنان القطري فهد الكبيسي. أهلا وسهلا فيك. مرتاح؟ جدا جدا. من ساعة تعلقت على ديكورنا، ايش رايك فيه؟ روعة صراحة الديكور. أنا أول ما دخلت بهرت بهالمنظر الجميل صراحة. أول ما نستضيف الفنان احنا على طول نسوي له اختبار. وهذا الغلاف زهرة الخليج، هذا خاص فينا، ما ينزل في السوق، يعني لا تروح الدورة تشوف الغلاف حلو تروح الدورة، هذا خاص فينا بس. جميل. فالحين نبي النتيجة. تبي تعرف النتيجة؟ اي ودي. انزين، قبل لا اقول النتيجة بقول شغلات لفتت انتباهي في اجاباتك. طبعا الاختبار يقول هل انت نقاق، اللي هو نقاق، نقاق بالخليجي حنان، يحن وينق. سألوك إذا عندك عبارات اللي هو أوف نسيت يا الله. أوه. أوه. وايد صح؟ أوه. انزين، سألوك سؤال أنا استغربت منه ما شاء الله عليك، قالوا تقدر تغير اللي حولك؟ قلت إيه، شلون تغير اللي حولك؟ بقولك ليش، لأن أول ما دخلت المجال الفني هذه يمكن تتعرفين، يعني إحنا عندنا في الخليج وانك تطلع تغني، وانا كنت عموما كنت قبل ما اغني كنت معيد في الجامعه، فهديت الوظيفه هذه ودخلت الفن واحترفت الفن. فكثير من حولي كان يعني اللي مو بعاجبه الموضوع، اللي قاعد يناقشني في الموضوع، فانا احس انه وفي اشياء كثيره مرت علي في حياتي، احس ان عندي امكانيه الى حد ما اني اذا ما اقنع على الاقل اللي حولي اخليهم يهدون. انه يتقبلون الفكره. بس ما تغير الاوادم. انا اشوف ما شاء الله، يعني ويها سموح. الله يجزيك خير. ويهك بشوش. تعتبرون نقاء حنان تشوفونه ولا لا؟ حنان؟ حنان؟ لا حرام عليك. صار لها ساعه. انا اعطيكم الاجابه. النتيجة تقول إنه بين البينين، معتدل. ساعة تصير حنان وساعة تصير مو حنان. أنت شايف نفسك شنو؟ ممكن تصير. ممكن تصير حنان. إنزين، الحين بنبتدي الحلقة، ومثل ما قلت لك الضيف هو اللي بيختار المواضيع. وقبل لا أخليك تختار أول موضوع عشان الناقشة، خلني أعرفك على زملائي اللي بيناقشون معنا الموضوع وأصدقائي في زهرة الخليج. أوكي. سميرة إبراهيم وعبد الله إسماعيل لأول مرة من الإمارات في زهرة الخليج، ومحمد علي. شلونكم؟ هلا، حياكم الله. منور عبد الله. الله ينور عليك. فقدناك والله. الله يسلمك. كم الحلقة الأولى؟ سميرة إبراهيم هي اللي مختصة بالمواضيع الاجتماعية والاقتصادية وهلمة، يعني مواضيع ثقيلة. مواضيع ثقيلة. عبد الله إسماعيل من الإمارات من اليوم بيكون معانا، وهو مختص طبعا بيناقش معانا في كل شيء، بس مختص في التراث والثقافة والأمور هذه. فرصة طيبة. وحياك الله استاذ فهد، منور. الله يسلمك. وباين محمد علي تكنولوجيا رايح جاي باللابتوب واوراقه. يلا ان شاء الله نفيد بس الجمهور. وفهد حياك الله. اكيد في تاثير سلبي من خلال بعض القنوات الاخباريه. لا انا بقول كذا عشان اعرف ان حضرتك عندك راي خاص. بالضبط، يعني في مثل هذه الامور، يعني انا ادعو كل الفنانين، احنا يمكن تربينا على يد فنانين كبار، منهم يمكن ذكرنا الاستاذ محمد عبدو، الاستاذ فيروز، كثير من الفنانين الكبار اللي يقدمون اغاني في الفتره من الفترات، العصور اللي جات قبل ما يظهر الفيديو كليب، خلينا نقول المبتذل. صح. كان الامر جدا اخف من اللي يحصل الان. الان اصبح في تجرؤ، لان الامر قام يعرض على التلفزيون وعلى الفضائيات وعلى كذا. وانا يمكن من اكثر الناس معارضه لهذا الموضوع. يعني وكنك محمد، انا الاغنيه الاخيره يا فهد. اي وحده اللي الاشعار لا الاخيره في البوم بلاتينيوم، مش الاخيره في البرنامج الاخير. جات ماستر الارواح اللي هي كلمات سمو الامير خالد بن سعود الكبير، اوجه لها تحيه طبعا من الحان نبيل الغانم. طبعا هي اول تعامل كان الحان كيف فهد؟ لا الحان نبيل الغانم ملحن سعودي. وخلنا نسمعكم منها مقطع بدل ما نتكلم منها. يلا يا ليت يا ليت يا ليت منه بله اليوم مرتاح،
نومه هني يرقد وعينه قريرة مثل الطفل لا طاح في مرقده طاح لا شغلة همه ولا هم غيره. الله 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 يا فهد. الله الله خلي نكملها. طيب لا خلاص لا لا لا, لا. كذي شجعنا بين كل فقره يغني لنا اغنيه. لازم حضروا طلباتكم ورجعنا مع زهرة الخليج ومع ضيفنا فهد الكبيسي ونخلي النوم ورانا ونصحصح شوي. نعم صحصحين شايفه زين. وايش رايك يغني ولا يختار موضوع؟ يغني اختار موضوع وغني يعني. اوكي طب ممكن لو ممكن الاثنين. لو امكن الاثنين. على راحتك. احنا ضيفنا هني مخلينا زين. خلينا نختار موضوع وعقب عقب الموضوع على بعض. اوكي اوكي حلو. نتكلم خلينا نتكلم عن المقابله. شنو اللقاء؟ عندنا لقاء فنان طبعا. لقاءنا غير اعتيادي مو مثل اي لقاءات ثانيه. لقاءنا له طعم وله زهرات ثلاث هني موجودين قدامك. هي نفس ما تقول تقدر تقول لعبه. احنا الموجودين هني بنسالك اسئله. القوانين انك ما تقول لا لا ولا نعم ولا وي ولا يس ولا نو ولا اي شيء في الدنيا من مشتقات نعم لعبة ولا. لعبه صعبه والله. ومو اسئله دردشه يعني. خلي والله لعبه صعبه علي يا جماعه. متلاش ان شاء الله. الله. بضيعها في اول. زين اذا قلت اي او لا اعطيكم تنسحب منك زهره. شنو يناسبك؟ ما ادري شنو يساعدك. في فقره ثانيه بتستخدم فيها الزهرات اللي تتم مع الماوس هذا. فافضل لي اني اخليهم معي. وعلى فكره الاسئله هذه كلها في ثلاث دقائق. اوكي يعني نقدر نستحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يمين. اوكي نبتدي من الاول. احنا طبعا سمعنا صوتك الروعه وانت فنان حساس جدا والواحد لما بيقابل مطرب بيسال نفسه هل عمرك فكرت انك تخش في مجال ثاني مثلا التمثيل او التلحين؟ انا اساسا خريج تربيه رياضيه. اوكي. وكنت معيد في الجامعه في التربيه الرياضيه ايضا. كنت لاعب في المنتخب الوطني لكره اليد. كنت العب كره يد لفتره طويله يعني. لكن لما دخلت الفن وقفت الرياضه تماما. اعتزلت لانه لأن صعب خلص. لانه صعب صعب تربط بين الامرين يعني. الرياضه بتوحشك؟ دائما يعني دائما اسعى اني امارس الرياضه في كل 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 فتره اوقاتي لما اكون في الدوحه. في بتلاقي وقت عشان ما حش شباب. بس ما فكرتش انك تخش في التمثيل؟ عرض علي. عرض عليك صراحة. تحضر للالبوم صراحه عرض علي. تحضر للالبوم الجديد 2010 تقريبا. بلشت اخلص ان شاء سجلت الله. شيء ان شاء الله سجلت مجموعه يعني تقريبا يمكن خلصت معظمها يعني. سبع بس ما تعاونت مع الشعراء من الامارات. الامارات للحين ما الله كتب يعني. حاولت مع الكويت مع السعوديه. من مع الكويت تعاونت مع السعوديه في طبعا مع ناس مع من قطر طبعا. مع ان المطرب الخليجي يغني اغنيه لبنانيه او مصريه او لهجه ثانيه. شيء جميل جدا. شيء جميل جدا خصوصا اذا كان يتقن اللهجه. فكرت بالشيء؟ انا لا ترى مركز وايد في الموضوع. نشوف عامل في وقت. انت بالدار عندك خاصيه معينه من فيديو كليب حسب ما سمعت. احب اسوي فيديو كليبات يعني الى حد كبير هاديه وملتزمه وتتكلم عن الاغنيه. ما احب اسوي فيديو كليب. احنا قاعدين مثلا نتكلم عن عمل وجداني وفي ثنتين يرقصون ما لهم علاقه. تمثل بالكليب؟ مثلت وايد. وايد اني يعني كنت ساعي بريد. هل الفنان فعلا ساعي بريد عنده رساله يوصلها للناس ولا الفنان يقدم شيء جميل وبس؟ لا ضروري. لا لا يا لا ضروري. لا ضروري. ما خلصت ثلاث دقائق ولا انا برضه خلاص خلصت ثلاث دقائق ولا لسه يمكن. طب في سؤال انا بحب اساله. خلصت ثلاث دقائق الحمد لله. يلا حصلنا ورده زي يعني صراحه الورده واحده اليوم. لا بس هتستعملهم دول على فكره. لا بس صراحه روعه يعني. ممتاز. واي ماسك يعني ماسك. الفقره الثانيه احنا الحين خلصنا اسئلتنا وما قدرنا عليك. حاولنا احنا ما كنا مجهزين اسلحتنا بصراحه يعني.
لو ندري وانت تقول لنا لا انا فاشل عشان اهديك عشان اهديك يبين روحه فقير انا ضعيف قص عليه اكيد بتمرن بقاله شهر على الموضوع ده وانا شايف اللي يقول لك يتمسكن ليه يتمسكن اوكي فقرتنا الجايه احنا خلصنا اسئلتنا ما خلصناهم بس تقدرت علينا في اسئله الناس بتطلع لك وجوه على الشاشه متى ما تبي ستوب مع الضغطه اوكي متى ما تبي اوكي عشان نبتدي اتفضل غلافك شفته اهم يما ضغط مع ستوب قول ستوب لازم تقول ستوب كم صبات عندك بالغ